عباس أمام المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد خطورة المرحلة، وملفات مصالحة والسلام واللاجئين على طاولة المركزي. بعد يوم من قمة اسطنبول الرباعية بشأن سوريا، تحول أوروبي نحو مسار أستانا وتساؤلات حول مصير مرجعية جنيف. وحوار الأمن الإقليمي أو حوار المنامة للأمن الإقليمي يواصل أعماله، تباين وجهات النظر حول تحديد العدو. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بكامل حقوقه التاريخية، داعيا جميع الأطراف للتوحد خلف مرجعية منظمة التحرير. عباس وفي خطاب أمام المجلس المركزي الفلسطيني في دورته 30 انتقد كل المقاطعين للاجتماعات، خاصة في هذه الظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية. وكانت فصائل عدة قاطعت هذه الاجتماعات وعقدت مؤتمرا صحفيا في غزة، انتقدت فيه ما سمته انفراد حركة فتح باتخاذ القرارات الفلسطينية. إن التحديات هي ذاتها لم تتغير بل تعاظمت. فلسطين اليوم تعيش أخطر المراحل، والشعب الفلسطيني مقبل على قرارات غاية في الأهمية والصعوبة. بهذه الكلمات افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجلسة المسائية للدورة 30 للمجلس المركزي الفلسطيني بمقر الرئاسة الفلسطينية. ليقولوا نحن نقاطع المجلس المركزي. وعلى وقع الانقسامات الفلسطينية الداخلية، التأم المجلس تحت شعار دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت، معلنين اكتمال النصاب القانوني رغم غياب عدد من الفصائل الفلسطينية. غياب هاجمه الرئيس الفلسطيني بالقول أن العار سيلاحق كل من تخلف عن حضور جلسات المجلس المركزي في ظل الخطر المحيط بقضيتنا الفلسطينية. اجتماع دوري حمل جدول أعماله هذه المرة كل ما تشهده القضية الفلسطينية من ضنك خلال الفترة الأخيرة، بدءا بالقدس والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والعجز المالي الذي تعانيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فضلا عن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقيات المبرمة معها على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية بعد أن تنصلت منها إسرائيل وباتت تنفذ من جانب واحد. مجددا القيادات الفلسطينية أكدت على قرارات المجلس الوطني برفض أي دور أمريكي، منفردا في الإشراف على أي عملية سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد أن انحازت لإسرائيل وأعلنت القدس عاصمة لها ونقلت مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس. كما تطرق الاجتماع إلى أن إسرائيل بأفعالها على الأرض وقوانينها أنهت حل الدولتين، ما يستدعي توحيد الجهود وإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في مواجهة الأخطار المحدقة. اجتماع يستمر على مدار يومين لبحث كل الملفات التي تحيط بالقضية الفلسطينية في ظل تغيرات حادة في مساراتها وأحاديث هنا وهناك عن قرب تصفيتها، خصوصا مع تزعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا التوجه. من رام الله ينضم إلينا الدكتور سعد النمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، وكذلك أرحب بضيفي أيضا من مدينة رام الله الكاتب والباحث السياسي عمر عساف. دكتور سعد نمر من رام الله، أبدأ معك. طالما أن المرحلة خطرة كما قال الرئيس محمود عباس، جدوى هذا الاجتماع للمجلس المركزي وما سينتج عنه في ظل تغييب فصائل أو إبعاد فصائل رئيسية المستقلين المبادرة عن اتخاذ القرار والمشاركة فيه وتحمل مسؤولياته. مساء
مساء الخير أخي طارق، لك ولكافة الأخوة المستمعين. يعني دعني أبدأ من البداية، حيث أن أهمية هذا الانعقاد، هذا المجلس المركزي في هذه المرحلة تحديدا، هو في غاية الأهمية، لا سيما أن الظروف كما ذكر الرئيس، الظروف التي تمر بها الآن القضية الفلسطينية هي قضايا خطيرة جدا، وفعلا يعني القضية الفلسطينية أمام محك، سواء كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. أما في الشق الثاني من السؤال، هذا يستدعي بالضرورة وقبل انعقاد المجلس المركزي أو غيره من المجلس المركزي أن يكون هناك ترتيب للبيت الفلسطيني، ومن الواضح جدا أن ترتيب البيت الفلسطيني يشوبه الكثير من الإشكاليات، ليس فقط الانقسام ما بين فتح وحماس، ولكن على ما يبدو أيضا هناك بعض الإشكاليات الأخرى التي الآن قد بدت خلال هذا الاجتماع بمقاطعة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية كلاهما لاجتماع المجلس المركزي، وهذا يستدعي بالضرورة وقفة حقيقية للفلسطينيين أجمع بأن تعاد النظر في منظمة التحرير بشكل عام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة إصلاح المنظمة، وعقد مؤتمر استراتيجي لكافة فصائل المقاومة الفلسطينية ولكافة فصائل الشعب الفلسطيني، من أجل وضع استراتيجيات لمواجهة الموقف الجديد الذي يطرأ على القضية الفلسطينية. أنت لا تستطيع أن تحارب اللص الذي يدخل بيتك وكل أبنائك، كل واحد منهم في غرفة مغلقا الباب على نفسه. طب أستاذ عامر عساف، الكاتب والباحث السياسي، يعني ربما هناك من ينتقد موقف المقاطعين للمجلس المركزي الفلسطيني في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية، الانحياز الأمريكي، التهويد والاستيطان المستمر، والتطورات الأخيرة التي تعقد من حل سياسي للقضية الفلسطينية، كان من الأجدى المشاركة والاتفاق بدلا من المقاطعة، هكذا يقول البعض. يعني المشكلة الأبرز هي التفرد، من يريد أن يشارك الجميع، من يريد أن يكون الجميع إلى جانبه ينبغي أن يشاركهم، لا في التحضيرات فيما يمكن أن نتوصل إليه. الحقيقة ما نعاني منه أولا وأخيرا هو التفرد. الرئيس أبو مازن يتفرد بالقرار الفلسطيني، وبالتالي لا يريد شراكة أحد معه، يريد منطقا أو ينطلق من منطق استعمالي، أنا أستعملك وقت أشاء وأتركك وقت لا أريدك أو أستغني عنك. أنا في رأيي أن غياب فصائل وازنة، سواء كانت خارج منظمة التحرير أو داخلها، بحماس، بالجهاد، بالجبهتين، بالمبادرة، ببعض القوى القومية الأخرى كالصائقة والقيادة العامة، غياب هذا يجعل الرئيس محمود عباس وحده، والخلافات داخل حركة فتح أيضا تبقي الفريق الذي يتحكم بالقرار الوطني الفلسطيني فريقا محدودا من حيث تمثيله في هذه المرحلة. وبالتالي كان ينبغي مرة أخرى على الرئيس محمود عباس تحديدا أن يبادر إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، أن يوحد الصفوف الداخلية، ومن ثم هناك من يتصدى لصفقة القرن، وهناك من يتصدى لسياسات نتنياهو. أما كما حصل فهي ليست الآلية الأفضل للتصدي للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. طيب دكتور سعد، ما الذي يمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو الرئيس الفلسطيني رئيس لكل الفلسطينيين، من رص صفوف، توحيد، المصالحة، توسيع مظلة منظمة التحرير الفلسطيني في ظل هذا الوضع والظرف الدقيق والحساس؟ هل هناك جناح داخل فتح يمانع من ذلك لإبقاء تفرد حركة فتح على المشهد وسيطرتها على المشهد الفلسطيني؟ يعني إذا كنا نتحدث عن موضوع الانقسام ما بين فتح وحماس تحديدا وغزة والضفة، وهذا موضوع آخر غير الذي طرحه أخي عمر عساف في خصوص الفصائل الأخرى، فهناك على ما يبدو بعض الجهات في كلتا الحركتين، في حماس وفي فتح، التي لا تريد بالتأكيد أن يكون هناك نوع من المصالحة، وهناك أيضا يعني بعض الأصوات الوازنة في الحركتين التي دعني أقول بشكل أو بآخر تختطف الشعب الفلسطيني وراءها. لا نرى مبررا حقيقيا لعدم وجود المصالحة. الاتفاق السياسي موجود، والأهداف السياسية موجودة ومتوحدة، ليس هناك خلاف سياسي ما بين فتح وحماس حول قضايا الحل.
الخلافات هي فقط يعني خلافات دعني أقول تقنية، وهي أيضا بالإمكان التغلب عليها بكل بساطة، ولكن من الواضح جدا أن هناك من يعيق، سواء كان هذا الجزء البسيط في فتح أو في حماس مدعوما من جهات إقليمية أو خارجية أو لم يكن مدعوما، لكن واقع الحال يقول أن هذا الانقسام مستمر، وهو ما يؤذي القضية الفلسطينية أكثر بكثير مما تؤذيه كافة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة والتي تنتهجها إسرائيل منذ 50 عاما وحتى الآن. طيب دكتور سعد، يعني اليوم الرئيس الفلسطيني وصف المرحلة بأنها خطرة أو حرجة أو دقيقة، وأن الأمر يحتاج إلى قرارات مصيرية ربما ستكون لها كلف. لماذا لا يشرع بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في العام 2015؟ يعني كانت هناك قرارات فيما يتعلق بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، التنسيق الأمني كذلك مع إسرائيل، المسار الاقتصادي، مؤتمر باريس. لماذا لا يعاد النظر في تلك القرارات؟ لماذا تترك لاجتماعات تلو اجتماعات، وحتى الآن لم نرى تفعيلا واحدا لقرار اتخذ، وفي كل الأوقات كانت تمر القضية الفلسطينية بأوقات صعبة وحرجة؟ نعم، يعني في واقع الحال حتى أن بعض القادة الإسرائيليين يقولون أن اتفاق أوسلو قد مات، وإسرائيل لم تعد تلتزم باتفاق أوسلو أو بأي من بنوده فيما يتعلق في العلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الوحيد المتمسكين بالقضية باتفاقيات أوسلو وبتنفيذها وبتبعات تنفيذها هي السلطة الوطنية الفلسطينية. لذلك جاء قرار المجلس الوطني الفلسطيني في العام 2015 ليؤكد على ضرورة أيضا الانسحاب سواء كان بأي شكل من الأشكال من هذه الاتفاقية وإنهائها، وترك هذا الموضوع للتنفيذ للجنة التنفيذية وأيضا المجلس المركزي بقراراتها اللاحقة. والآن تتكرر نفس القضايا، وحتى في خطاب الرئيس في الأمم المتحدة في الشهر الماضي أيضا أكد على نفس الموضوع. يعني نحن نعيد تكرار ذاتنا في قضية أننا سننسحب من اتفاقية أوسلو التي لم تعد موجودة على أرض الواقع. ولكن من الواضح جدا أيضا أن نكون واقعيين أن هناك تبعات يخشاها البعض الفلسطيني وتحديدا في السلطة الوطنية الفلسطينية إذا ما تم إجراء ذلك. يعني على سبيل المثال يقال بأن إذا مقاطعة البضائع الإسرائيلية وعدم الاستيراد من إسرائيل باعتبار موضوع الاتفاقية باريس، إسرائيل هي التي تسيطر على كافة المنافذ الحدودية للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وبالتالي قد تمنع عنك الاستيراد تماما من أي دولة أخرى. يقال على موضوع التنسيق الأمني، وهناك أصوات تقول إذا ما أوقفنا التنسيق الأمني هذا يعني أيضا سيكون هناك تبعات بإسرائيل أن توقف كافة أشكال التنسيق الأخرى بما فيها الإنسانية بإرسال المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية أو حالات كهذا الأمر. وهذا بحاجة في حقيقة الأمر لإعادة النظر، لأنه لا سيما أن يعني الإسرائيليين لا يلتزمون بأي جانب من جوانب الاتفاقية، ويحتفظون فقط بالجوانب التي تخصهم والتي تمسهم دون الفلسطينيين. على الفلسطينيين اتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه هذا الأمور، ولتذهب الأمور إلى أينما أرادت أن تذهب، لأن على ما يبدو أن الأمريكان وأيضا الإسرائيليين يتصرفون بهذا الشكل. طيب أستاذ عمر، لا أدري إن كنت تتفق مع ما ذكره الدكتور سعد نمر في أن ربما السلطة تلوح الرئيس عباس يهدد دون ما أن يتخذ قرارا ثوريا جريئا، لأن هناك تخلفة كبيرة نظرا للارتباط عضويا بالاقتصاد، التنسيق الأمني، والقضية الفلسطينية أو الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق لا يجدون سندا أو دعما عربيا في اتخاذ قرارات أو داعما له في قرارات قد تكون الضرر الأكبر هي على الشعب الفلسطيني. يعني أنا أعتقد هذه ذرائع يتم الحديث عنها. هناك خطاب مجتر، الرئيس عباس اليوم اجتر ما كان قد قاله واتخذت قرارات كثيرة منذ سنوات. هذا الخطاب المجتر أفقد السلطة الفلسطينية، أفقد حركة فتح، أفقد الرئيس عباس أي مصداقية أمام الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني يتطلع إلى توحيد صفوفه من جهة، ويتطلع إلى أن يواجه عدوه من جهة ثانية. وهنا أود أن أقول حين نتحدث عن موضوع التبعات، لا يمكن بحال من الأحوال حين تكون الأرض محتلة وكين يكون الاحتلال مسيطرا على الكل الفلسطيني، مقياس الربح والخسارة هو ليس مقياسا كما أظن مقياسا تجاريا. الاتفاقية أوسلو غدت مصلحة إسرائيلية خالصة،
والحفاظ عليها مصلحة إسرائيلية خالصة. وبالتالي علينا كفلسطينيين نعم أن نحسب كل حساب، علينا أن ندرك أن بإمكاننا أن نوقف التنسيق الأمني. لماذا لا نوقف التنسيق؟ سندفع ثمنا من يريد أن يستعيد أرضه، من يريد أن يستعيد حقوقه، من يريد أن يؤسس الدولة بالطبع سوف يدفع ثمنا، وأن يواجه الحالة الراهنة سواء ما تعلق بقانون العنصري الإسرائيلي أو ما أقدم عليه ترامب بصفقة القرن أو بنقل السفارة أو بمحاولة تصفية وكالة الغوث. هذه كلها تضع تحديات جدية أمام الرئيس عباس وأمام الحالة الفلسطينية. أنا في رأيي لا يمكن مرة أخرى أن نتصدى لهذه التحديات والمخاطر ما لم نوحد صفوفنا. الرئيس عباس عليه أن يفعل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير ويطبق هو وحركة حماس طبعا الاتفاقات الموقعة، وأن نذهب إلى حكومة وحدة وطنية للإعداد للانتخابات، لأن الشرعيات الفلسطينية متآكلة، الشرعيات الفلسطينية متآكلة بدءا من المجلس الوطني مرورا بالرئاسة وانتهاء بالمجلس التشريعي، كلها شرعيات متآكلة. الشرعية تكتسب عادة بواحد من ثلاث طرق، إما بالبندقية أو بالانتخابات بصندوق الاقتراع أو بالتوافق الوطني. هذه الحالات الثلاث مفقودة برأيك. برأيك أنا أريد منك أستاذ عمر يعني الأمور للحصول على إحدى تلك الشرعيات التي ذكرتها، البندقية، الانتخابات، والثالث أيهما الآن متوفر ويمكن أن يتحقق على الأرض الفلسطينية؟ يمكن أن يتحقق التوافق الوطني كمدخل لصندوق الاقتراع. حين نتحدث عن التوافق الوطني في اتفاقات موقعة نصت على آليات ووسائل وخطط للوصول إلى الانتخابات، أنا أعتقد تطبيق الاتفاقات التي وقعت في بيروت وفي القاهرة وفي غيرها من شأنه أن يفتح الطريق أمام استعادة الشرعية، وهذا أمر لا يستطيع العالم أن يرفضه، سيقف إلى جانبنا، لأننا نريد أن نعود للشعب، لأن الشعب مغيب منذ على الأقل 13 سنة، منذ انتخابات المجلس التشريعي وانتخاب الرئيس عباس، الشعب مغيب عن أي مشاركة سياسية، وهو طبعا مغيب منذ وقع اتفاق أوسلو. طب دكتور سعد، يعني استمعت المقاله استاذ عمر بالنسبه للشرعيه، صندوق الاقتراع، التوافق الوطني، هناك من يرى حلا لهذا هذه الخصومه التي تعمق من الانقسام والشرخ ما بين فتح وحماس، وبالتالي تفضي الى المزيد من الضرر للقضيه او على القضيه الفلسطينيه. لماذا لا يسار الى انتخابات تشريعيه رئاسيه، ربما تحسب الامر، يشكل حكومه وحده وطنيه، ثم يسار الى قرارات مصيريه الجميع شركاء فيها ويتحمل الشعب الفلسطيني تبعاتها؟ نعم، يعني هذا مؤكد ما تقوله، هذا بالضبط ما نقوله. انا اتفق مع اخي عمر عساف في هذا الموضوع. يعني أنت من أجل أن تذهب إلى الانتخابات ينبغي أن يكون هناك اتفاق، وإلا كيف سيكون هناك لدينا الآن سلطة حال في غزة ولدينا حكومة في الضفة؟ كيف سيتم توحيد الجانبين للقيام بانتخابات نزيهة وشفافة إذا لم يكن هناك نوع من الاتفاق المبدئي؟ لذلك نحن نقول يجب تفعيل اتفاق القاهرة والعودة إلى موضوع المفاوضات ما بين فتح وحماس لإنهاء كافة القضايا الخلافية والضغط باتجاه، إذا كنا صادقين حقا في الوصول وفي الدفاع عن قضيتنا، لا سيما كما نذكر أنها الآن تواجه أخطر مساعيها، نحن لا نملك في المقابل برنامج. يعني أنا أريد أن أقول أن خطاب الرئيس محمود عباس اليوم، أنت عندما تريد أن تقول أنني أريد أن أواجه كل هذه المصاعب، أين هو البرنامج في المقابل الذي تريد أن تعتمد عليه للقيام بذلك؟ ما هو برنامجك؟ حتى الآن نحن لا نسمع سوى يعني كلمات وسوى خطابات حتى الآن، وسوف وسوف وسنعمل وسنقوم به، ولكن حتى الآن لا نرى برنامجا واقعيا. حتى عندما ذكرنا قبل قليل قضية الموضوع الأمني، التنسيق الأمني، أو حتى الاتفاقات
الاقتصادية، اتفاق باريس الاقتصادي، أنت من أجل أن تقوم بمثل هذه المقاطعة. أنا أتفق مع عمر، لم أقصد أنا أنه لن يكون هناك يعني تضحيات دون أدنى شك، ولكن يجب أن يكون أيضا لديك برنامج، وإلا هذه الذرائع وهذه المبررات هي التي ستبرز على أرض الواقع، ولن نستطيع أن نحقق شيء إذا لم يكن لدينا برنامج بالمقابل. إذا أردنا أن نقاطع كذا، ماذا علينا أن نفعل في المقابل؟ وهذا البرنامج يجب أن نتمحور حول برنامج مقاومة يضم كافة جماهير الشعب الفلسطيني. أنت دون مقاومة الاحتلال ووضع برنامج حد أدنى لمقاومة الاحتلال لن تستطيع أن تواجه مثل هذه الأمور. أنا أشكرك من رام الله دكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت. كذلك أشكر ضيفي من رام الله أيضا الكاتب والباحث السياسي عمر عساف. شكرا جزيلا لكما. سوريا والاتحاد حول مسار أستانا، هذا الملف بعد فاصل قصير. يبدو أن مسار جنيف بشأن سوريا قد أصبح من الماضي برأي مراقبين بالنظر إلى نتائج قمة إسطنبول الرباعية بمشاركة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا. التفاهم التركي الروسي أغرى الأوروبيين بالانضمام إليه في ظل مواقف أمريكية متأرجحة ومترددة حول سوريا. القمة الرباعية خرجت بالتأكيد على ضرورة البدء بمسار الدستور وتشكيل اللجنة الخاصة قبل نهاية العام الحالي. في المحصل يبدو أن الأزمة السورية ستدخل عامها التاسع على أبواب الانفراج السياسي وفق آلية دولية تراعي كذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية. عمر المجالي يطلعنا على المزيد حول المسارات السياسية التي حاكمت الأوضاع في سوريا خلال السنوات الماضية. عمر، إذن مسار جنيف ربما هو المسار الأول الذي سعى إلى إيجاد آلية وتصور الحل السياسي في سوريا، ثم جاء مسار أستانا والدول الضامنة له ما بين روسيا وتركيا وإيران وكذلك سوتشي، والقمة الرباعية التي عقدت في اسطنبول في الآونة الأخيرة يبدو أنها تميل أو ترجح كف مسار أستانا على جنيف. نعم، هي ثلاثة مسارات، لكل مسار كان عدة أهداف وكل مسار احتضنته منطقة معينة، لكن روسيا كان لها الإرادة الأقوى في تشكيل المسار الأقوى أيضا. الأزمة السورية ومنذ بدايتها وعلى وقع ما يحدث على الأرض كان وعلى خط متوازي الخيار العسكري حاضرا لحل الأزمة التي اجتازت أكثر من مسار تضمنه عشرات الجلسات التفاوضية. البداية لإيجاد حل كانت بتعيين الأمم المتحدة الأمين العام السابق كوفي عنان مبعوثا عربيا ودوليا مشتركا عام 2012. قدم عنان خطة للسلام ووقف الحرب في البلاد، لكنه اصطدم بأفق سياسي وأمني وعسكري مسدود فاستقال في العام نفسه. ثم جاء تعيين الأخضر الإبراهيمي الذي أقر بفشله، إقرار لم يمنع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون من تعيين السويدي ستيفان ديمستورا خلفا للإبراهيمي في عام 2014، ليكشف تعيينه أزمة المبعوثين الأمميين إلى سوريا وإضاعتهم البوصلة وعدم إيجاد حل. جاء مسار جنيف عنوان لأولى المفاوضات. انطلق المسار التفاوضي بمؤتمر جنيف الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف في عام 2012. حضره ممثلون عن القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري. أفضى المؤتمر إلى بيان عرف لاحقا ببيان جنيف واحد، طالب بوقف العنف في سوريا والإفراج عن المعتقلين وضمان حق التظاهر والتعبير للسوريين وانتقال البلاد إلى مرحلة انتقالية وصولا لانتخابات حرة. مسار أستانا عام 2016، دعت روسيا وتركيا وإيران إلى جلسات تفاوضية في العاصمة الكازاخية أستانا. عقد 7 جولات من المفاوضات الأمنية في أستانا، أنتج ما عرف باتفاقات خفض التصعيد في مناطق سيطرة المعارضة السورية والتي كان آخرها منطقة إدلب. وصولاً إلى سوتشي والمحاولة للحل السياسي، دعت روسيا لما أسمي حوار سوريا الشامل في سوتشي بهدف كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات ومشاركة للمعارضة في السلطة، ليكون هذا التصور الروسي بديلاً للمرحلة الانتقالية التي تحدث عنها بيان جنيف 2012 والتي جرت
على أساسه مفاوضات جنيف في بداية الأزمة. كما ذكرنا طارق، هو مسار أستانا الذي سيطر وكان نتاجه سوتشي كحل سياسي للأزمة السورية إلى احتضان روسيا لبعض الأهداف التي حققت البعض منها، خصوصا في مناطق خفض التصعيد وما يحدث في إدلب الآن. أي مسار سيعتمد، جنيف أولا أم أستانا أم سوتشي، أم سيكون هناك مزج وتكامل، أيهما سيتقدم؟ أتوجه مباشرة، شكرا عمر أولا، وأتوجه بعد ذلك إلى باريس مرحبا بضيفي من هناك الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ومن إسطنبول الكاتب والباحث السياسي بكير أتجان. أهلا بكما دكتور خطار أبو دياب. يعني الرأي الذي يتشكل اليوم أوروبيا، أستانا على حساب جنيف أم المزج والتكامل في سبيل التوصل إلى حل سياسي في سوريا؟ تحياتي لكم، لفريق العمل في قناتكم الموقرة، وللضيف الكريم، ولكل من يتابعنا. نعم، نحن أمام مزج بالأحرى، لأن من أتى إلى اسطنبول، هناك بالطبع الرئيس بوتين الذي هو بفضل ما أنجزه عسكريا في الميدان تمكن من فرض مسار أستانا على الأرض. السيد أردوغان هو بين مساري أستانا وجنيف، ولكن ميركل وماكرون دوما مثلا وجهة النظر الأوروبية، وجهة النظر اللجنة السباعية التي تضم الأردن أيضا كما مصر والعربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي متمسكة بالقرارات الدولية. نحن إذن أمام مسعى من أجل الدمج بين هاتين العمليتين للوصول إلى عملية سياسية أصبحت خلاصتها اللجنة الدستورية. في هذا الكثير من التقدم، لكن يتطلب دوما الحد الأدنى من الوفاق الدولي، خاصة بين واشنطن وموسكو. ربما في قمة بوتين ترامب في باريس في 11 من الشهر القادم سيبحث الوضع السوري أيضا. طيب أستاذ باكر أتجان، ترى أنقرة أنه مع تعثر مسار جنيف من حيث أنه لا ينتج حلولا حتى الآن مقارنة بسوتشي وأستانا، لكن من المهم أن يحافظ عليه لأنه يخرج مقترحات الحل من القبضة الثنائية الروسية الإيرانية؟ يعني لا أظن ذلك. لماذا؟ لأن تركيا ما زالت مصرة على قرارات جنيف. لذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه القرارات التي كانت كما أشرتم قبل قليل في تقريركم بيان جنيف واحد، فهذا يعني تركيا ما زالت تريد، وكما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل بأن في الوسط يعني بين الاثنين، ولم يأخذ مسار لا أستانا ولا جنيف. ولكن تركيا إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحات المسؤولين إلى الآن دائما يشددون على أن هي الحل لابد أن تكون حل وفاق دولي، يعني لابد مشاركة الدول المعنية الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى أيضا، لأن ليس من الأمر السهل أن تحل الملف السوري بين على سبيل المثال بين تركيا وإيران وروسيا، أو الآن حيث زادت عليها ألمانيا وفرنسا، ولكن هذا لن تكون يعني الحل المنشود، وخاصة بما تسعى إليه هذه الدول مجتمعة. طبيعي لابد أيضا إيران طرف مهم جدا، لابد أن على إيران أيضا أن تشارك في هذه المباحثات إن كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية حتى. وطبيعي ما زال أنا رأيي طبيعي الحل بعيد جدا جدا، أنا أقول جدا جدا، لأن إذا أخذنا بعين الاعتبار ديمستورا عندما يعني جاء من دمشق وانضم إلى القمة الرباعية كانت هناك تصريحات واضحة بأن النظام السوري ما زال لن يوافق على الدستور. إذن هناك إذا لم تكن من الآن موافق على الدستور، إذن الحل تحتاج إلى وقت زمني ربما تكون طويلا، وأنا برأيي تحتاج إلى 5 سنوات مينيموم وربما أكثر. طيب دكتور خطاب أبو دياب، هناك من يرى أن هناك انقلابا أوروبيا على مواقف سابقة، مثلا فرنسا كانت تعتبر مسار جنيف مسارا شرعيا. فرنسا تطور الوضع منذ 2014 حينما أخذت تعتبر أن المسألة الأساسية في سوريا مكافحة الإرهاب، ولكن هي تأقلمت مع الظروف منذ وصول السيد ماكرون، حاول
الانفتاح على الرئيس بوتين، ولكن في نهاية المطاف لم يأتي ذلك بنتيجة كبيرة. راهن على الحوار مع الرئيس أردوغان، ومن ضمن ذلك أتت هذه المبادرة، هذه التركيبة الأوروبية التركية الروسية. فرنسا لا تزال موجودة على الأرض إلى جانب الولايات المتحدة في مناطق في شمال سوريا. وقبل مجيء ماكرون إلى إسطنبول كان هناك تواصل بينه وبين ترامب وتوافق على الخطوط العريضة. أظن أن فرنسا كما ألمانيا يهمهما عدم تسرب العديد من اللاجئين، عدم تسرب الإرهاب إلى أوروبا، ولكن ليس عندهما الوضع الأساسي. الوضع الأساسي هي القوى الإقليمية، الوضع الأساسي الولايات المتحدة وروسيا. ولكن هذا الرجوع الأوروبي فيه عامل إيجابي، لأن المسألة السورية مسألة تحتاج إلى كل هذه الأطراف لمحاولة الوصول إلى الحل الذي اتفق مع الأستاذ بكير أنه لا يبدو أن وظيفة هذا النزاع قد استنفذت. هناك وظيفة جيوسياسية لمسعى إعادة تركيب الإقليم. نرى حتى الآن مناطق نفوذ في سوريا، ولا نرى أفقا فعليا لتوحيد الوضع في سوريا أو عودة الدولة كما كانت قبل مارس 2011. طيب أستاذ بكير أتجان، يعني هناك اتفاق ما بينك وبين الدكتور خطار أبو دياب على المزج بين المسارات المتعددة، بين هناك رأي مختلف قد يعارضكما، يرى أن تعدد منصات الحل سيهدف في نهاية الأمر إلى التمييع، وأن الحكومة السورية في نهاية المطاف غير ملزمة بأي حل سياسي، فقد بسطت سيطرتها على الأراضي السورية، ومسألة إدلب ما هي إلا مسألة وقت ليس إلا. يعني أولا لا نستطيع أن نقول تمييع في حال، يعني مثل ما بيقولوا في السياسة، لا تستطيع أن تغلق جميع الأبواب، إذا أغلقتها فإذا ليست هذه سياسة حتى. لذلك كانت إذا أغلقت على سبيل المثال الباب حول جنيف فكان البديل أستانا، مش البديل ولكن ربما تكون نافذة أخرى للرجوع إلى جنيف مرة ثانية. وهذا القرارات التي خرجت أو التصريحات التي جاءت على لسان الرؤساء أمس نرى بأنهم كلهم، لكن مع اختلاف في وجهات النظر الطبيعي، يوافقون على قرارات جنيف واحد. لذلك هذه ليست بتغيير، وإنما الحاجة الضرورية ربما أدت إلى تغيير أو اجتماعات مصغرة، والنتيجة كلها تهدف إلى فعلا حل الملف السوري تماما سلميا. ولكن للأسف كما أشرت، أنا أقول بأن هذا النظام غير قادر، ولو ضمت إدلب غير قادرة على إدارة البلاد مرة ثانية، لأن نرى بأن معظم المناطق التي حتى تدعي بأنها سيطرت عليها لن تكون تحت سيطرتها، والدليل على ذلك شرقي الفرات، غربي الفرات، شمال سوريا، جنوب سوريا، الحدود اللبنانية السورية، الحدود العراقية. لكن ذلك ربما ذلك مسألة وقت ليس إلا سيد بكير أتجان. وأيضا قد يؤخذ على هذا الموضوع أنه التدخل التركي ربما يعيق، دعني أكمل لو سمح، التدخل التركي ربما يعيق أن تعود إدلب إلى حوض الدولة السورية. وفي نهاية المطاف يعني لا يمكن أن يكون حل وجزء من الأراضي السورية يعني تدار من قبل تركيا. يعني دعني أقول تصريح أمس، ربما كان المجتمعين اتفقوا على نقطة مهمة، والكل كانوا مختلفين في بين بعضهم البعض، ولكن كانت هناك رأي، وهذا الرأي منذ البداية كانت تركيا تنادي بها وما زالت تنادي بها، وهي وحدة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية. والدليل على ذلك اسم الجمهورية العربية السورية التي نادت فيها. لذلك تركيا ليست من مصلحتها، وهي دائما تنادي وسوف تنادي في الأيام القادمة بوحدة الأرض السورية ووحدة الشعب السوري. لماذا؟ لأن إذا هناك تقسيمات سوف هذه التقسيمات تكون لها تأثيرات سلبية مباشرة على تركيا بالدرجة الأولى قبل سوريا، لأن هذه تأثيراتها على أرض الواقع تكون أقوى وكبيرة جدا جدا بالنسبة لتركيا. لذلك تركيا إلى جانب وحدة الأراضي السورية، وإن كانت إدلب ولا غربي الفرات ولا شرقي الفرات أو الحدود
الشمال سوريا أو شرقي سوريا أو غربي سوريا. بالنسبة لتركيا هي إلى جانب وحدة الشعب السوري، ولكن هنا أقول أن النظام من حيث القوة العسكرية، وهذا ليست ادعاءي وإنما ادعاء، إن كانت ادعاء إيراني أو ادعاء روسي، بأن الجيش غير قادر على يعني فرض سيطرتها على الأراضي السورية للأسف الشديد. طيب. ونحن كأتراك نريد أن تكون هذا الجيش قادر على وحدة الشعب السوري ووحدة الشعب ووحدة الأرض السورية وتركيا إلى جانب هذه منذ البداية، وسوف تكون إليها. بالنسبة لتركيا، الشعب السوري بجميع مكوناته العمق الاستراتيجي لتركيا. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول هذه القومية أو هذه الأقلية هي لنا أو غير لنا. يعني نحن إلى جانب جميع مكونات الشعب السوري، من عربه، من كرده، من تركمانه، من شراكسه، من دروزه، من علوي، من سنة وعلوية، من أوضحت ذلك بجلاء. أوضحت ذلك. نعم دكتور خطر أبو دياب، اليوم برأيك الولايات المتحدة يمكن أن تمنح مسار آخر غير مسار جنيف شيكا على بياض؟ لا أظن أن هناك إمكانية لذلك. هذا هو الحد الأدنى. الآن جرى في النهاية مسألة اللجنة الدستورية، هي الخلاصة، هي خلاصة ما بين أستانا وجنيف، ولكن هناك تقيد بالقرارات الدولية. المشكلة الكبرى أن النظام يعتبر ذلك، أو الحكومة السورية تعتبر ذلك جزءا من السيادة الداخلية، لا تريد أن يتدخل أحد بتشكيل اللجنة الدستورية، وهنا الطامة الكبرى. وكأن حرب السبع سنوات لم تقع، وكأنه لم يكن هناك من حراك ثوري في سوريا. هناك بالطبع تدخل أجنبي، لعبة دولية كبرى، إرهاب، كل هذا صحيح، ولكن البداية كانت في هذه المسألة، ولذلك لا يمكن أبدا تجاوز ذلك. ومن هنا واشنطن كما المجموعة السباعية مصرة على أن تكون المسألة في العام 2021 هي مسألة انتخابات حرة بشفافية عالية كما تكلم بيان إسطنبول. وهذا مهم جدا أن الجانب الروسي متوافق مع ذلك، وهنا نقطة فارق كبير ما بين روسيا وإيران. روسيا تدفع باتجاه تشكيل هذه اللجنة السورية، ولو أن هناك خلاف على التفاصيل مع الأمريكيين والأوروبيين، لكن ربما هذا سيحل، سيتم إيجاد نوع من، عندما يصدر قرار معين، هناك تطورات الآن في شرق الفرات، هناك تطورات أخرى في مناطق معينة من سوريا. ربما لا أقول أن قمة إسطنبول باعتقادي كانت منعطفا جيدا على أبواب تعيين موفد جديد للأمم المتحدة، ربما مع هذا الموفد الجديد ومن خلال، لابد من أن يكون هناك حد أدنى كما قلت من هذا التوافق الأمريكي الروسي، وأظن أن هذا سيكون ربما هو الأفضل من أجل عدم إراقة المزيد من الدماء في سوريا والوصول إلى حل سياسي عادل وواقع. أنا أشكرك من باريس الدكتور خطار أبو الدياب، أستاذ العلاقات الدولية عفوا في جامعة باريس. كذلك أشكر ضيفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي بكير أتجان، شكرا جزيلا لكما. الأمن الإقليمي والتباين حول العدو، هذا الملف بعد الفاصل. الأمن الإقليمي مفهوم يتردد منذ عقود وفي مناسبات عدة عاشتها منطقة الشرق الأوسط دون أن يكون في أي مرحلة تحديد واضح للمعنى من وراء هذا المفهوم. في العاصمة البحرينية المنامة تستمر فعاليات حوار المنامة، قمة الأمن الإقليمي 14 اليوم. كذلك تزداد تعقيدات مشهد الأمن الإقليمي في ظل أخطار عدة أبرزها الإرهاب، خاصة بعد تحوله لفكرة عابرة للحدود. في المقابل يرى مراقبون بأن العالم العربي دائما ما كان يختلف على تحديد هوية العدو، وهو ما أدى على مدار عقود إلى تفكك مفهوم الأمن الإقليمي بل والصراع عليه أحيانا. مكافحة الإرهاب عنوان أصبح الملف الأبرز في عالمنا العربي، فهو المحور القديم الحديث. ومن هذا المنطلق حملت أجندة المؤتمر 14 للأمن الإقليمي هذا العنوان وملفه خلال أعمال المؤتمر المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار حوار المنامة.
مندوب جلالة الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قدم كلمة جلالته التي تضمنت عدة محاور كان من أبرزها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا يمكن أن يكون سوى بحل الدولتين. وأشار جلالته أيضا إلى فشل المقاربات التي اعتمدت على مدى سنوات الأزمة السورية في تحقيق الحل السياسي اللازم لها، داعيا إلى مقاربات جديدة تعكس الحقائق على الأرض وتقدم مصلحة سوريا والسوريين على كل من سواها. إن المقاربات التي اعتمدت على مدى سنوات الأزمة السورية في تحقيق الحل السياسي اللازم لها فشلت، لذلك يجب إيجاد مقاربات جديدة تعكس الحقائق على الأرض وتقدم مصلحة سوريا والسوريين على كل من سواها وتعيد لها دورها وتماسكها بعدما كانت ساحة لصراعات الآخرين. أما كلمة المملكة العربية السعودية والتي حملت في طياتها تصريحات ناقلها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أولها محاكمة المشتبه بهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي سيتم عقدها في السعودية وليس في اسطنبول مثلما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان لإيران نصيب من تصريحات الجبير بوصفه إياها أكبر قوة إرهابية في المنطقة متوعدا بتحجيم أثرها في المنطقة. أما بالنسبة إلى قطر فأكد الجبير أن التعاون الأمني مع قطر مستمر وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لن يتأثر بالخلافات الدبلوماسية. بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية ليست لدينا علاقات مع إسرائيل، نؤمن بأن مفتاح تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يكون عملية السلام، وهذا ما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002. الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تمتد بلغة الحوار هذه قد تحول دون تجذر بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب ليس في أرض الواقع وحسب بل في نفوس الشعوب المنكوبة بفعله وأثاره. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الأمني العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب. عميد خالد أهلا بك، هل تعتقد أننا اليوم أو بتنا اليوم أمام تعريف موحد وتحديد لا يقبل الجدل والاجتهادات للعدو المشترك للأمن الإقليمي العربي؟ من هو العدو الآن برأيك؟ يعني للأسف الشديد أن تكون الإجابة بلا، حتى اللحظة لا يوجد اتفاق عربي كامل حول العدو الإقليمي والتهديد الإقليمي الأول أو الأبرز أو الذي من الممكن أن يكون هناك اتحاد في صياغات أمن إقليمية منضبطة لمواجهة هذا التهديد. ربما الإرهاب بالطبع هو يظهر على كافة الساحات في دولنا العربية باعتباره المهدد الرئيسي والمهدد الأول لتماسه المباشر مع معادلة الأمن الداخلية في معظم دولنا العربية على حد سواء، لذلك لا يوجد اختلاف حول هذا العنوان. لكن يبدو مرة أخرى أن هناك تهديدات كثيرة، هناك دول عربية تضع أعداء آخرين في مقدمة المشهد، في حين أن هذه العناوين متراجعة لدى كثير من الدول الأخرى. البعض يرى في إيران عدوا متقدما، والبعض يرى تركيا، البعض يرى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك الأزمة العميقة في الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذا صحت التسمية، ولم نصل إلى محطات من الممكن التعاطي معها بشكل جيد وبشكل يضمن الحد الأدنى على الأقل من تحقيق المطالب الفلسطينية وضمانة لهدوء في تلك المعادلة. لذلك الأمر لا زال مضطربا، لا زال موجة الاضطراب وموجة التهديد هي موجة عاتية لم يتم تفكيكها بعد، ولم يتم الاصطفاف بشكل موحد لمواجهتها. طيب برأيك هنا يعني نلاحظ أنا في حوارات عدة يعني يحشد ويعظم الخطر الذي تمثله الجمهورية الإيرانية، حوار المنامة مثلا، فيما تتراجع كما ذكرت يعني قضايا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي تشترك فيها جميع الدول، الإرهاب وغياب حل عادل، كأن إسرائيل تتراجع في مرتبة الأعداء وتبرز إيران ويحشد لها بشكل أكبر. يعني أنا أرى هذه المعادلة شديدة الخطورة الحقيقة. يعني
الاهتمام العربي لابد أن ينصب بداية وأن يصر في كل المحافل التي تماثل حوار المنامة على وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على صدارة الأولويات معادلة الأمن العربية. هذه المعادلة هي الأصل، وهذا الملف هو محور التهديد الفعلي لمعظم حالات التوتر. التضخيم من أعداء آخرين مع عدم إنكار أنهم بالفعل هناك مساحة من التهديد لا ننكرها، لكن ربما يتم تضخيمها بشكل أو بآخر. هناك مهددات عديدة اختفت من ساحة حوار المنامة وغيرها من الفعاليات. ليس الحديث قاصرا على حوار المنامة، لكن هناك تغييب حقيقي حول مشكلة اللاجئين، مشكلة النزوح بأعداد كبيرة ضاغطة على معادلات إقليم كثير من دولنا العربية، وهذه معادلة أمنية بامتياز. هناك مسألة تفشيل دول بعينها أو انزلاق دول بعينها إلى مفهوم الدول الفاشلة، وهذا الأمر هو أيضا عامل ضغط كبير على معادلة الأمن العربي، خاصة هنتحدث عن دول كبيرة ومؤثرة مثل سوريا، اليمن، ليبيا وغيرها من الدول. كل هذه الأمور كان من الواجب ومن الضروري أن تتصدر المشهد وتتصدر الاهتمام قبل استحداث أي عناوين أخرى. طب ذكرت الإرهاب، ذكرت غياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لا شك التهديد الإيراني والتدخل في الدول الجوار، لكن أيضا يلحظ في المؤتمرات، لا نخصص الحديث عن حوار بعينه، أنه ليس هناك ثمة تطرق إلى مثلا غياب العدالة، ليست ثمة تنمية حقيقية، المشاركة السياسية الديمقراطية وتعزيز الحريات لا ينظر إليها بأنها تشكل أيضا عوامل تهديد لهذا الأمن الوطني وكذلك على مستوى القطر العربي. أتفق مع حضرتك تماما، هذه العناوين هي عناوين فعلا مستحدثة على معادلة الأمن وأصبحت حاضرة بقوة ولها تأثير بالغ الأهمية. عندما تحدثت عن الدول الفاشلة سابقا أضيف لها كافة العناوين التي ذكرتها حضرتك، غياب العدالة فعليا والعدالة بمفهومها الشامل، بداية من العدالة الاجتماعية إلى العدالة السياسية إلى العدالة القضائية أيضا، جميعها هي تشكل صمام أمان إذا كنا نتحدث عن معادلة أمن عربي مستقر ومنضبط ويسمح بالانطلاق إلى الأمام. معالجات لقضايا اجتماعية رئيسية مثل الفقر والعلاج وضمان السكن الملائم وضمان التشغيل واليد العاملة وضمان وضعها على خارطة تلقي الرزق الذي يقيها من شرور ومن تهديدات عديدة، كل هذه الأمور دخلت منذ عقد من الزمن إلى صلب المعادلة الأمنية. وحقيقة أنا أسجل مع حضرتك أن هذه العناوين الجديدة المعترف بها على المستوى الدولي لا زالت لا تحظى بالاهتمام الكافي داخل كثير من دولنا العربية. ربما بدأ عملية الطرح وبدأت تظهر بدليل أننا نتحدث عنها الآن على شاشة قناة المملكة، لكن لا زالت تحتاج إلى أجندات عمل حقيقية وإلى مواجهة وإلى إعلان بأنها أصبحت في صلب اهتمام دولنا العربية وأجندات العمل المستقبلي. طب برأيك عميد خالد، نهرب من الحل إذا كانت هناك التشخيص دقيق إلى حد كبير، تضافر عدة عوامل تشكل تهديدا بارزا للأمن الإقليمي العربي، ونهرب من كل ذلك وراء ونسعى معتقدين أن التشكيل أو الانضمام إلى التحالفات من شأنها أن تشكل جدارا منيعا يقي الأمن الإقليمي ويبعد عنه المخاطر؟ يعني حتى لا يكون حديثنا كامل ومنصبا على انتقاد الأوضاع في دولنا العربية، لا يمكن إغفال أن المنطقة جميعها تمر بظروف استثنائية بالغة الحدة وضاغطها بصورة كبيرة على صناع القرار وعلى حكومات المنطقة على المديرين للعمل التنفيذي، ولذلك نلتمس لهم بعض العذر في مسألة تغليب بعض من التهديدات على بعضها البعض.
مسألة الدخول في تحالفات على سبيل المثال هو نوع من الاستناد أو التقوي بالآخر، الدخول داخل إطارات جامعة ربما الجميع يحاول أن يتساند بالأشقاء وبجيرانه أو ببعض من القوى الدولية التي تطرح مثل هكذا تحالفات. العوامل الضاغطة كثيرة واستثنائية بالفعل، لكن نراهن في الفترة الحالية والمستقبلية أن يكون هناك اقتحام جدي للمشكلات، أن تكون مثل هكذا تحالفات هي تسير في طريق رفع المعاناة ورفع عمليات الضغط على المعادلات الأمنية كي يمكن العبور ناحية حل ملف وراء الآخر، كي ينفتح الطريق إلى حد ما إلى الوصول إلى حد معقول من الاستقرار الأمني لدى دولنا العربية في معظم. أريد إجابة موجزة سمحة عميد خالد، يعني هل تعتقد أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك طالما نتحدث على الأمن الإقليمي والتهديدات المتنوعة أنها ماتت ودفنت ونسي أمرها الآن؟ يعني أنا أتمنى أن يتم إحيائها، أن توضع في الصورة. للأسف الشديد يدخل بعض من الضغوط الدولية والإقليمية التي تكبل العمل بها أو تشتت انتباه القائمين عليها، لكنها يجب أن تكون حاضرة بقوة. الدول الرئيسية في المنطقة العربية والدول العربية دول المواجهة، دول الأكثر تهديدا، عليها أن تعيد طرحها مرة أخرى على المائدة وتكون إحدى وسائل العلاج في المستقبل. أنا أشكرك من القاهرة الخبير الأمني العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك. وبهذا نأتي إلى نهاية العاشرة، أعود وألقاكم غدا في الموعد نفسه، تحية وإلى اللقاء.